مصطفى شاهين، وكالات الأنباء الأمريكية قالت بصريح العبارة أن البنوك المصرية خسرت تقريبا نص الدولارات، فلم يعد معها سوى 12 مليار دولار بعد أن كانوا 20 مليار دولار. فقد خرج الأجانب بما لا يقل عن 8 مليار دولار من شهر إبريل إلى سبتمبر. في الفترة دي الأجانب خرجوا يعني الحاجات السندات والحاجات دي ب 8 مليار دولار. وهناك مصادر أخرى تقول أن ما خرج من مصر هو 11 مليار دولار. المهم من كل ده أن مسؤولين من البنوك المصرية صرحوا بأن اللي عندهم من النقد الأجنبي يكفي 8 شهور بس. لو أنتم مستثمرون ورأيتم إطار الاقتصاد الكلي ستجدونه مستقرا، وترون مزيدا من الأمن والاستقرار، وترون عزيمة جماعية من السلطات لتقليص العجز وتركيز الإنفاقات على الفئات الأكثر احتياجا وتفادي المنح العشوائية دون دراسة ولا تركيز، فهنا المستثمرون يقولون هذا المناخ الاستثماري ملائم، وهذا ما نراه في مصر. ما نراه الآن في مصر هو نقطة تحول، والإجراءات الصعبة التي اتخذت من تعويم العملة وخفض الدعم كانت إشارة للمستثمرين أن مصر جادة في إصلاح النظام الاقتصادي بتحرير سعر الصرف. فما هي النتيجة؟ المزيد من الاستثمار الأجنبي ونمو في معدل التنمية بمقارنة مصر بجنوب إفريقيا، وهذا بوضوح إشارة أن هناك ثقة بالاقتصاد المصري وارتفاع عدد المشاريع الصغيرة. الاحتياطيات دلوقتي طبعا اعطتنا اطمئنان اكتر بكثير من قبل كده، يعني 2016 ما بكناش بننام، الحمد لله 2017 كان احسن بكتير، 2018 احنا احسن بكتير، ومستويات الاحتياطيات كمستويات قياس هي اعلى من مستويات العالميه. مصر تعد احد اهم الاسواق الموجوده على مستوى القاره ويمكن على منطقه الشرق الاوسط كله، ويمكن أنا كنت طبعا سعيد وأنا بستمع إلى رئيس بنك التنمية الأفريقي وهو بيقول إن مصر تعتبر أولى الوجهات على المستوى القارة الأفريقية من حيث الاستثمار، وأيضا مع أخي العزيز رئيس بنك الإعمار الأوروبي وهو بيقول إن إن شاء الله عام 2018 ستكون مصر هي أولى الدول من حيث حجم ومحفظة التعاون مع البنك. بتواصل مع وابتدي بالبنك الدولي البنك الافريقي، احنا برنامج الاصلاح الاقتصادي كان هم داعمين من يعني من اول مرحله، يعني من اكتر من 4 سنين، والدعم كان يعني عشان نتحرك سريعا في هذا البرنامج صراحه، سواء اصلاحات نقديه او ماليه، وكمان من ناحيه برضو الاصلاحات التشريعيه اللي بتخص بيئه الاعمال، وذلك بنلاقي مصر الحمد لله قفزت يعني 8 نقاط في تقرير الدوينج بيزنس اللي بتعلن عنه مؤسسه التمويل الدوليه، وبالفعل زي ما اشار معي من دوله رئيس الوزراء جزئيه ان اي بي ار جي البنك الاوروبي اعاده تعمير حاطط مصر رقم 1، ادي سينا رئيس البنك الافريقي للتنميه اعلن ان مصر من ناحيه جذب استثمار الاجنبي المباشر احنا رقم 1 في افريقيا من 5 دول الاوائل، فلذلك احنا الحمد لله كل المؤشرات تحسن. طبعا البنك الدولي احنا عندنا مشاريع كتيره جدا 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 معاه، يعني عندنا مشروع في التعليم، مشروع في الصحه، مشروع في تنميه الصعيد، مشروع في الكهرباء، عندنا مشاريع كتيره جدا جدا مع البنك الدولي. واحنا كنا دخلنا في القرض اللي هو 3 مليار دولار اللي هو دعم الموازنة، ودخلنا في مشاريع تنمية كتيرة جدا. إنما صندوق النقد يمكن احنا عملنا الاتفاق اللي هو كان 3 سنين اللي احنا في السنة الأخيرة منه مع صندوق النقد الدولي، ودوت يعني برغم صعوبة البرنامج بس احنا اللي مصممين البرنامج عشان نكون يعني صرحاء مع نفسنا، لانه احنا حتى بدأنا عملية الاصلاحات دي قبل البرنامج، بس كنا عارفين ان احنا مش هنقدر نستمر بالوضع الاقتصادي الصعب ده بدون، لكن فادنا البرنامج في انه دايما بيطلع تقرير
بيقول الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح. واخر تقرير يعني استخدم عباره غير معتاده البنك يستخدمها، سترونج امبلمنتيشن، يعني حاجه يعني عاده الصندوق بيبقى متحفظ في العبارات بتاعته. فمعنى كده بيقول الحكومه المصريه والدوله المصريه التزامها قوي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. على ما اعتقد يعني طفره ان شاء الله في الاقتصاد المصري قادمه باذن الله. الدول اللي بره بتبصنا بنظره احسن بكتير عن الاول. في مشاريع كتير في البلد ابتدت تشتغل. في حاجات جديده جدت على البلد من مشروعات ما كناش واخدين بالنا منها، خاصه للناس اللي ما كانش حد حاسس بيهم، الحرف البسيطه. الدوله المصريه بتعمل برنامج اصلاح اقتصادي جديد. الشعب كمان صابر وواقف جنب القياده السياسيه في تنفيذ البرنامج الاصلاح الاقتصادي دوت. وكمان بنسمع ان في شهادات دوليه بالبرنامج دوت وان مصر ماشيه على الطريق الصحيح. فيعني ربنا يكرم ان شاء الله ويأتي بثماره في المستقبل ان شاء الله. اعاده تصنيفنا من الناحيه الاقتصاديه بات واضح جدا عند الدول الاوروبيه، وخاصه موافقه صندوق النقد الدولي على اقراضنا، ده معناه شهاده بتؤكد ان سياسه الاصلاح الاقتصادي قايمه على اسس سليمه.